علاقات متميزة بين تركيا وبين الكويت. أشهر من أن يعرف الدكتور ياسين أقطايب. رعاة هذا الحفل شركة عمران ترك. الإسلام هو بالذات سياسة، يعني لا يوجد إسلام سياسي وإسلام غير سياسي. هذا المزيج من النادر ما يجتمع بهذه الطريقة. ولا تستقيم الدول على حال واحد، إما إلى نهوض وإما إلى أفول.